سارة عندها رخصة دولية سارية المفعول وحابة تستبدلها برخصة سعودية من بوابة رخصة sdlb.sa. سجلت بياناتها كاملة ورفعت الأوراق المطلوبة وحجزت لها موعد. بيوم الموعد راحت المرور تبصم وتصدق أوراقها للاختبار الميداني. وفي الميدان قيم المرور سواقتها والتزامها بالأنظمة والقوانين، وبكذا جازت رخصتها السعودية وقدرت تستلمها بنفس اليوم. بوابة رخصة القيادة السعودية.